مشاهدي قناة محمدية بريس، السلام عليكم ومرحبا بكم في أول حلقة من برنامج حوار حول كوفيد 19. إذا كما كتعرفوا، وباء فيروس كورونا هو حديث ساعة عالميا وطنيا ومحليا هنا بعمالة محمدية. وبمناسبة ذكر هذا الإقليم، محمدية بريس من خلال هذا البرنامج غتستضيف تباعا ضيوف من مختلف التخصصات والمستويات. اليوم اختارينا الضيف الكبير الأستاذ سهيل ماهر، محامي بهيئة الدار البيضاء وأيضا الكاتب الإقليمي لحزب البيئة والتنمية المستدامة. إذا الأستاذ ماهر، كما كنعرفوا أنت محامي بهيئة الدار البيضاء، شنو هو تأثير ديال فيروس كوفيد 19 على المنظومة القضائية بالبلاد ديالنا؟ هل من تنسيق لكم مع نقيب المحامين بالدار البيضاء حول المشهد القضائي بالجهة وكيف يتعافيه بعد رحيل الوباء؟ كنبغي يعني نتوجه بالشكر لكم حول التغطية اللي كم كتقوموا بها يعني حول وباء كوفيد 19 كورونا. أيضا تحية لجميع الفاعلين الجمعويين، وتحية خاصة وتحية شكر وامتنان يعني لا حدود له صراحة للأطقم الصحية اللي كتقوم بالواجب ديالها، واللي هي في الواجهة الأمامية ضد هذا الوباء. تحية خاصة للجميع يعني السلطة في جميع مكونات ديالها، لأمن وطني، لدرك ملكي، لقوات مساعدة. كما قلت، تحية لجميع المغاربة اللي كيقوموا بواجبهم المهني في ظل هذه الظروف، يعني الظروف كما كنقولوا الخاصة، يعني انه ليست بظروف عاديه للعيش اليومي. ما يخص يعني مدى تاثير هذا الوباء على منظومه القضاء، كنبغي نقول هو انه يعني كما كتعلموا ان جميع المحاكم يعني انها متوقفه، كتبقى غير الماده الزجريه اي المنفات الخاصه بالمنفات الجنحيه والجنايه اللي كتبقى معروضه امام القضاء. يعني ومن هذا المنبر كنتقدموا النيابه العامه بالشكر الجزيل والقضاء الجالس ايضا، بحكم يعني المهنة نحن دائما في تنسيق مع السيد نقيب هيئة المحامون بالدار البيضاء، وهو بدورته هو كيقوم بالتنسيق مع السيد رئيس يعني رئيس النيابة العامة للمملكة والسيد رئيس المنتدى للمجلس الأعلى للقضاء، يعني السلطة القضائية. يعني ودائما يعني هناك منشورات ودوريات فيما يخص هذا الباب. كنقول يعني انه بالنسبه يعني استمراريه المرفق غادي تكون يعني من هنا لواحد شهر ولا شهر ونص، وان شاء الله غادي يكون غير الخير باذن الله. استاذ ماهر، كيف هي المتابعه ديالكم لازمه كورونا محليا وطنيا ودوليا، وشنو هو التاثير ديالها على الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي وايضا الوضع الصحي والبيئي والتعليمي والى غير ذلك؟ ما يخص السؤال ديالك المتعلق بالمتابعه كورونا على المستوى الدولي والوطني والمحلي، اللي بغينا نقولوا انه على المستوى الدولي يعني انه كانت ان هناك بعض الدول على المستوى يعني معالجتها لهذا الوباء او لا يعني التعامل ديال مع هذا الوباء، يعني تعاملت مع واحد النوع من كما كنقولوا الاستهانه ولا مبالاه، وما عطاتوش واحد الاهميه قصوى. ولكن مع الأسف يعني حصدت واحد مجموعة من النتائج السلبية، يعني كما كنقولوا مثلا فرنسا أو إسبانيا أو إيران أو الولايات المتحدة، يعني كانت عندهم حصيلة جد ثقيلة. الحمد لله احنا بالنسبة للمغرب يعني بالحنكة ديال صاحب الجلالة محمد السادس وتدخل ديال مجموعة يعني الجهات المعنية، كنظن أننا رغم هذا العدد اللي وصلنا له، إلا أنه الحمد لله في مقارنة المعدل يعني المستوى الدولي كيبقى عدد لأنه ليس بعدد مرتفع، ويمكننا أننا يعني نحصروه إلى ضفرنا بجميع جهود ديالنا والتزمنا يعني أننا يعني التزمنا بالنصائح والتزمنا بالإرشادات اللي كتعطانا من طرف السلطات المختصة. أستاذ ماهر، شنو هي التوقعات ديالكم في الانفراج من عدمه في أزمة كورونا بالمغرب؟ واش كتوقعوا رفع حالة الطوارئ ببلادنا في الموعد اللي حددته السلطات العمومية بالرباط كما كنعرفوا اللي هو 20 أبريل الجاري، أو في نظرك غادي يتم التمديد؟
فيما يخص السؤال ديالك مطروح فيما يخص رفع يعني حالة الطوارئ بالمملكة المغربية، كنظن أن هذا راهين بمدى التزام المواطن المغربي بالإرشادات اللي كتعطى على مستوى الإعلام العمومي أو من خلال البوابات الإلكترونية أو من خلال الصحافات الإلكترونية الصحف الإلكترونية. يعني كنظن أنه مدى الالتزام ديالنا ومدى يعني الانضباط ديالنا بالنصائح والإرشادات اللي كتعطانا من طرف السلطات المختصة، كنظن أنه يعني كل ما التزمنا كل ما أنه كنقصوا من الأجل الخاص ب كنقصوا من الأجل الخاص ب برفع حالة الطوارئ، لأنه كتبقى السلطة المختصة هي اللي عندها هذا الأمر هذا واللي بيديها كل شيء. يعني أنه إذا ارتأت أن يعني أن الحمد لله كنقول يعني بحكم المعدلات اللي مسجلة لحد الساعة، يعني انه ما غاديش تكون عندنا واحد حاله ديال الطوارئ الصحيه اللي يعني اللي ممتده على واحد المده طويله. كنظن انه غادي يكون اجل قصير ان شاء الله، وذلك بفعل الانضباط ديالنا وكما قلت والامتثال ديالنا للضوابط ديال الهيئات المختصه. اذا اخيرا استاذ ماهر، نبغيو نتعرفوا شويه كيفاش كدوز الحجر الصحي في المنزل ديالك، وشنو هي ايضا الاحتياطات اللي كتاخذها فيما يخص التدبير ديالي انا الازمه اخي. يعني انني دائما في تواصل مع بحكم العمل ديالي مع الموكلين ديالي، يعني اللي كيتسالوا حول الملفات ديالهم، يعني شنو نقول لك، يعني في تواصل دائم مع الاخوان داخل المكتب السياسي لحزب البيئه والتنميه المستدامه. الحمد لله كنتواصلوا يوميا، كنخرجوا ببلاغات يعني خاصة بهذا الوباء. يعني تقدمنا يعني بواحد الدعم في صندوق يعني لمحاربة هذا الوباء كوفيد 19. أيضا كانت هناك واحد مجموعة البلاغات يعني تقدمنا بالشكر والامتنان لجميع الأطر الصحية والعاملة كما قلت في البداية ضد هذا الوباء. يعني قمنا واحد مجموعة العمليات التحسيسية عبر تقنيات الفيديو عن طريق يعني المستوى الوطني في مختلف الجهات. يعني هناك بعض الإخوان لأنهم هبطوا يعني الساحة في إطار العملية التحسيسية، وكما كنقول واحد يعني وهم مشكورين على هذا الجهد هذا اللي قاموا به. واللي بغينا نأكدوا أنه احنا داخل المكتب السياسي أكدنا على ضرورة أن هذه الأعمال التحسيسية يعني ما ترفعش الشعارات يعني الحزبية، لأن هذا الوباء هو وباء يعني كيمس الوطن كامل، وأنه لا مح يعني كنجد نأكد أنه ليس يعني محل للمزايدة السياسية. إذا مشاهدينا في ختام هذا البرنامج اللي هو حوار حول كوفيد 19، نتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف آخر، وما تنساوش تبقى في دارك بشكل بلاد. إلى اللقاء.